11 نقطة، وعندك ثلاث منتجات في متجرك يا هادي. وصلنا عندك يا ذيبان، تعال تعال تعال، مرحبا لنا يا هلا ويا مرحب. شوف من شوف كذا من بعيد، أوه. يعني لو اشوفك بقول الله العالم من مع بطاقه التميز، الله يزيدك ويبارك لك يا رب. طيب الاليه واضحه، يلا الشباب هنا مرتاحين في السوالف هناك، اذا تبغون بوكس مكسرات مع شاهي زهلني باختارها الحين لهم. ابو حنيف تبغى مكسرات وشاهي الكيف، خلنا نجيبها لكم. صح ارتحتوا في الجد مره، خلنا نركز. طيب كم النقاط؟ كل شيء واضح قدامك؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم. بتتصل؟ لا لا. طيب اعطونا نقاط. طلعوا على الشاشة. نقاطك الحين موجودة على الشاشة، شوفونها الجمهور. بس كم؟ ولا كم بدري أنا. كم توقع؟ والله إني بدري. رزق عند الله. أنت يعني الأسبوع هذا الماضي تحس إنك يعني. والله لي ثلاث أيام ماني بطيب، لكن المرة الباقية كويس. لا. هي بالله. طيب تختار ثلاث منتجات. لا يا أخوك. ها؟ أبى أدري كم. ها؟ ودي أدري كم. علمك. لي بالله. تعال. أخو. أنت تقول أنت اللي أجبرتني أعلمك، ولا أنا أبغى يعني. تقوم على الكرسي. هونها في خاطرك بس ما حديتني. هات العلم. حديت. هات العلم. 221 بالسالب. بالسالب. إي والله أنا آسف. تقبل هذا الموضوع بصدر رحب وشرفنا. كرمكم الله. الله يعوض عليك. الله يعوض عليك. خذ لك مياه ثانية. خذ لك أي شيء بريقك. السالب ما أخذ. تعوض إن شاء الله. بإذن الله. ولعل هذا طال عمرك يعطيك دافع ان الشهر الاسبوع القادم تجينا وانت كلك حماس باذن اللي ما نشرك باذن الله. وايش يقولون؟ يقولون ما ابطى السيل الا من كبره. سلام عليك، مرحبا ومسهلا. الله حيه، كيف حالك؟ تفضل. طيب تفضل انت. تفضل انت. تفضل انت.